حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. قال الله تعالى في محكم التنزيل: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال أيضا: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آيات كثيرة تشير إلى أهمية الدعوة وشروط استجماع الدعوة إلى الله. وقد أولى الإسلام الدعوة إلى الله أهمية خاصة وبالغة ووضع لها ضوابط وقيودا دقيقة، لأن الأمر يتعلق بالمنتوج الرباني الذي يجب أن يقدم في حلة قشيبة وبطريقة يتسلل معها الخطاب الرباني إلى العقل والقلب دون أن يحس المتلقي بثقل الخطاب أو غلظته. فالدعوة الناجحة المنسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية تتطلب دعاة ربانيين يفهمون روح الإسلام وعلاقته بالواقع. وكثيرا ما كان الدعاة عبئا على دينهم وإسلامهم، والإسلام قضية ناجحة ابتليت بمحامين فاشلين منفرين مقززين. ولا يمكن للدعوة إلى الله أن تتكامل أو تحقق المراد الحضاري إذا كان الداعية إلى الله غير مستوعب لمقاصد الشريعة الإسلامية ودا دراية بالأحكام الشرعية. وما لم يتشبع الداعية بقيم الإسلام من تقوى وزهد وفقه وعرفان وبيان وبلاغة ومعرفة الغث من السمين في الموروث الإسلامي، ستصبح الدعوة كحالها اليوم بين الناس، حيث ضبابية الدعوة وأرباع المتفيقهين والدعاء، وبات كل من يطلق لحية ويحفظ نصف بيت لعنترة بن شداد العبسي يعتبر نفسه إمام الدعاة وشيخ القضاة. فالداعية يجب أن يكون على بصيرة مما يدعو به ومما يدعو إليه وبمن يدعوهم، فهذه البصيرة شرط في نجاح الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة ها هنا وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والعلم في موضعه، والسيف في موضعه، والمال في موضعه أيضا، والموعظة الحسنة، والجدل الحسن، والصبر، والمرحلية، والتدرج، ووضع استراتيجية للدعوة، واختيار المواضيع، ومحال الابتلاء، كلها عوامل لتكامل الدعوة. والدعوة بدون عمل أشبه بدعوة إبليس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. شروط الدعوة والداعية عنوان برنامج ألف لام ميم، ويشاركنا في النقاش من جدة الدكتور معنى الجربة رئيس اتحاد القبائل والعوائل والأعيان العربية، وأيضا هو باحث في الشأن العربي والإسلامي، ومن القاهرة الداعية والعالم الفاضل الدكتور إبراهيم الخولي عضو في جبهة علماء الأزهر وأستاذ البلاغة والأدب والنقد، ومن دمشق الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم مشاهدينا جميعا. الشيخ الدكتور إبراهيم الخولي، أبدأ بك إذا سمحت. عن الخولي. الخولي. الخولي الخولي أكيد يعني أشهر من أن يعرف دكتور إبراهيم الخولي. دكتور إبراهيم سلمكم الله. دكتور إبراهيم، فيما يتعلق بالدعوة اليوم، هل استجمعت الدعوة اليوم في خط طنجة جكرت العالم الإسلامي شروطها القرآنية شروطها النبوية في نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ننطلق
لنحدد إجابة لثلاثة أسئلة: إلى ما ندعو؟ من ندعو؟ كيف ندعو؟ ومعنى الآية الجامعة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وحين نعود إلى وظائف النبوة ودور العلماء أن يكونوا ورثة النبوة في القيام بتبعات هذه الوظائف، وظائف النبوة التبليغ، التبيين، الدعوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ بحذف المفعول ليعم كل الناس، كل من يتأتى تبليغه. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يبلغ ويبين ويدعو الناس جميعا، والناس بحكم الفطرة وبحكم العوامل المؤثرة مختلفون، لهذا خطاب يلائمه ولهذا خطاب يلائمه ولذاك خطاب يلائمه، وتوقيع أسلوب الدعوة ومنهج الدعوة وطرق الدعوة وتفصيلها على مقدرات الناس أول ما ينبغي أن يكون منه الداعية الحق على بصيرة. نحن الآن تسألني هل استجمعت الدعوة؟ وأنا أقول: من قال هذا؟ ما يجري الآن باسم الدعوة دعايات 99% منها باطل باطل، وتتمسح بالإسلام وهي لا تفقه من الإسلام ما يفقهه أصغر طفل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر الصحابة رضوان الله عليهم. عندنا جيوش دعاة ومليارات تنفق باسم الدعوة إلى الإسلام، والنتيجة تقترب من الصفر، وأخشى أن أقول إن النتيجة قد تكون بالسلب وتحسب على الإسلام وليس له. مثلان أضربهما: مصعب بن عمير رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. مصعب بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا للإسلام في المدينة، ففتح المدينة بجهد فرد هو مصعب. نعم. مصعب، وكانت المدينة بها من المعوقات والتحديات والصراعات المزمنة بين الأوس والخزرج على جانب، وبين أهل المدينة واليهود من جانب آخر، وفتن تموج كموج البحر. يدخل مصعب هذا المعترك وقد زوده رسول الله كما زود معاذا بالمنهج، والمنهج مصدره في النهاية واحد، مصدر التوجيه واحد: كتاب الله وسنة نبيه التي هي بيان لهذا الكتاب. ومن هنا كنت تسمع من مصعب في المدينة ما يقول مثله معاذ في اليمن، لأن المنهج واحد والمضمون واحد والموجه صلوات الله وسلامه عليه واحد، والغرض في النهاية غاية مثلى: إعلاء كلمة الله في أرض الله. استقام المنهج،
خلصت النيات، حسن الإعداد، توفر الالتزام، فكانت النتيجة أن يفتح مصعب رضي الله عنه المدينة وأن يفتح معاذ اليمن. هل عندنا من دعاة اليوم المتشدقين المدعين الأدعياء بل والمتطفلين على حقل الدعوة من يستطيع أو يجرؤ هو أو غيره أن يدعي أنه يؤدي للإسلام 1/1,000,000,000 مما أداه مصعب أو معاذ؟ دكتور إبراهيم دعني أنقل هذا التساؤل الحضاري المنطقي والذي يعكس حقيقة التدهور الإسلامي في خط طنجة جاكرتا إلى رئيس اتحاد علماء بلاد الشام الدكتور توفيق البوطي. الدكتور توفيق كان الأستاذ إبراهيم الخولي العلامة المصري المعروف والأديب اللوذعي يتحدث عن الدعوة عند السلف الصالح وكيف كان المنهج واحدا والرؤية واحدة، أما في عصر التلف الطالح فقد ضاعت الأمور للأسف الشديد وبات الدعاة وبالا على دعوتهم على إسلامهم. ما الذي تقوله في هذا السياق وماذا أيضا عن أسلوب الدعوة في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر قناة الميادين على هذه الفرصة الطيبة التي أتاحت لي الإطلالة على الجمهور المشاهد لها والاجتماع وإن كان على بعد مع أخوين كريمين حفظهم الله تعالى. سألت عن المنهج، أعتقد أن منهج الدعوة قد اختصره كتاب الله عز وجل بكلمتين، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وضبط الحوار بأدب سام رفيع عندما قال وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا يهم في هذا السياق أمر شخصية الداعي وموقعه في نفس المدعو، وأن يكون موضع ثقة لاستقامته، لسلوكه، لأخلاقه، لمنهجه، للطريقة التي يخاطب بها الآخر، للطريقة التي يبني بها شخصيته ويتعامل فيه مع الآخرين. فشخصية الداعي أساس في الدعوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب المشركين لأول مرة ناداهم بكلمة، قال لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي مغيرة عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. 40 عاما لم يسمعوا منه كلمة مخالفة للحقيقة، فيها تجاوز للصدق، ولذلك عرف بين قومه بالصادق وعرف بين قومه بالأمين. فشخصية الداعية هي أول بند من بنود شرط النجاح في العمل الدعوي، وفي قضية أسلوب الدعوة تأتي كمرحلة ثانية. وطبعا شخصية الداعية ينبغي أن يكون مترجما لدعوته بسلوكه. أنا لا أحب أن أنمق الكلام لأصل إلى قبول الآخرين، فربما كانت الدعوة بالحال أبلغ تأثيرا في النفوس من الدعوة بالمقال. قد أستطيع أن أنمق الكلمات وأزخرف العبارات، ولكن لن تتجاوز آذان السامعين إذا لم تكن هذه الكلمات والعبارات نابعة من قلب حي مفعم بالإخلاص لله عز وجل والحرص على المدعوين بالشفقة والرحمة والحرص على نجاتهم. أن دعوتنا الإسلامية في الحقيقة هي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هي رحمة للبشرية كلها، ومن لا يوثق بصدقه ولا يطمئن لسلوكه ومعاملته وطبيعة علاقاته فإن كلمته لن ترقى
لن تتجاوز أذن السامع ولن تلقى إلى درجة القبول في نفوس الآخرين. الداعية أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى بقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وبقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أما قضية الأسلوب فلعلنا نعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين بصفة مباشرة، دعاهم إلى التأمل، إلى التفكر، إلى تأمل حقيقة الحياة، إنما قال: لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون. لخص قصة الحياة بهذه الكلمات البسيطة التي من شأنها أن تهز كيان الإنسان، والموت من شأنه أن يحيي قلب الإنسان إلى حد ما ويوقظه من غفوته، من إغماء، من غفلته عن حقيقة نفسه، عن مستقبله، عن واجباته. النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالكلمة الطيبة، واجههم بالحرص، واجههم بالرأفة، بالرحمة. ما بين ربنا تبارك وتعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حريص عليكم. هذا الحرص إذا لم يتجلى من ثنايا الكلمات التي يخاطب بها الداعية الآخرين، فإن كلمته لن تلقى إلى القبول، ولن تكون عند الله موافقة للمنهج الرباني في الدعوة إلى الله عز وجل، كما أنها لن تلقى القبول في الفطرة الإنسانية وفي نفوس البشر. نعم دكتور توفيق، إذا سمحت سوف نستكمل بقية شروط الدعوة والداعية، لكن دعني أذهب إلى جدة إذا سمحت، إلى رئيس اتحاد القبائل والأعيان والعوائل في البلاد العربية الدكتور معن الجربة. دكتور معن، استمعت إلى ما قاله علمان بارزان، أحدهما من مصر الكنانة والثاني من سوريا العروبة، عن أسلوب الدعوة وشروط الداعية. بنظرك ما هي الأساليب الصحيحة للدعوة التي كانت بين السلف والخلف أيضا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. في البداية يسعدني ويشرفني أن أشارك في قناة تحمل مشروعا عروبيا إسلاميا معتدلا ومشروعا إسلاميا عروبيا جامعا كقناة الميادين، التي نكن لها كل التقدير لهذا الجهد الكبير. ويسعدني ويشرفني أن أشارك في برنامج يقدمه معلم قدير بقامة الدكتور يحيى أبو زكريا. حياك الله. من دواعي فخري أن أكون وأشارك بحضرة علماء أجلاء بحجم الدكتور إبراهيم الخولي والدكتور توفيق البوطي. بالنسبة لسؤالنا، أنا أعتقد بأن مشروع الدعوة في القرن 21 يحتاج إلى، لكي ينجح، إلى إطلاق مشروع فقهي تجديدي على مستوى عالمي، وإلا فإنه سوف يصطدم بالمنطق والعقل الذي هو سمة القرن 21، وهو في نفس الوقت سمة وجوهر الإسلام الحنيف. فالعقل والمنطق هو جوهر الإسلام، لذلك لا يمكن القبول بأن تبقى أحكام كانت لها ظروفها وأسبابها قبل 1400 سنة، ورغم زوال هذه الظروف وزوال هذه الأسباب تبقى هذه الأحكام كما هي. فالكل يعلم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وعبادات ومعاملات. أما العقيدة والعبادات فهي أحكام توقيفية ثابتة لا تتغير وغير مرتبطة بعلل ولا أسباب. أما المعاملات التي هي أحكام تنظم المجتمع، فهذه الأحكام مرتبطة بعلل وأسباب، وتتغير بتغير الظروف، ظروف الزمان والمكان، وتغير العلل والأسباب تطبيقا للقاعدة الفقهية الذهبية التي تقول: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهذه القاعدة
جعلت من الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فلا يمكن أن نقبل بأن يدعي أحدهم ويقول يحق للحاكم أن يبقى في كرسي الحكم من المهدي إلى اللحدي بحجة سيرة الخلفاء الراشدين على سبيل المثال. فالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم استندوا إلى العرف السياسي السائد في زمانهم والذي كانت تعمل به كل شعوب الأرض في ذلك الزمان، والعرف أحد مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم. نعم. فعندما يتغير العرف في القرن 21 يجب أن يتغير الحكم، ولا يجوز أن يعني أن يتمسك بهذا الحكم البعض من باب النفاق أو من باب يعني مجاملة الحكام. ولتنشيط الذاكرة الفقهية دعني أضرب بعض الأمثلة دكتور إذا سمحت لي. تفضل. فلا يجوز على سبيل المثال أن تبقى شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في القرن 21. ففي الفقه الإسلامي كانت شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل في الأمور التجارية والمالية، وذلك لكل باحث منصف ومحايد سيجد أن سبب وعلة هذا الحكم كانت لقلة خبرة المرأة في الأمور التجارية والمالية. والدليل على هذا أن الفقه الإسلامي يقبل بشهادة امرأة واحدة ولا يقبل بشهادة الرجل في إثبات النسب، وذلك لأن المرأة كانت هي صاحبة الخبرة في مجال الولادة والتوليد، ولم يكن الرجل عليم ولا صاحب خبرة في هذا المجال. فعندما يصبح الرجل اليوم وما يمارسه الأطباء في مجال الولادة والتوليد ويصبحون أصحاب خبرة في هذا المجال في القرن 21، فهل ستقبل شهادتهم أم لا تقبل كما كانت قبل 1400 سنة؟ بكل تأكيد سوف تقبل. بالمقابل، هل تقبل شهادة المرأة اليوم أي تعادل شهادة المرأة شهادة رجل عندما تصبح في القرن 21 صاحبة خبرة كاملة في مجال التجارة والأمور المالية؟ أعتقد هذا ما يجب أن يكون، وإلا اصطدمنا بالعقل والمنطق ويعني الفهم السليم للإسلام. نعم. كذلك ولتأكيد الفكرة دكتور إذا سمحت لي. تفضل. لا يمكن القبول أن تبقى دية المرأة في نصف دية الرجل على حكم مضى عليه 1400 سنة. فعلة الحكم هذا بكل تأكيد كانت لأن الرجل في ذاك الزمان هو العنصر المنتج في المجتمع، وهو العنصر الذي يكفل الأسرة. والدليل على هذا أن في الفقه الإسلامي دية العبد تساوي وتقدر بقيمة إنتاجه وقوته. إذن العلة والسبب في الحكم هي الإنتاج وليس جنس الرجل أو جنس المرأة. فعندما تصبح المرأة في القرن 21 عاملا منتجا وعاملا يعني يعول الأسرة، كيف أجعل ديتها نصف دية الرجل؟ هذه بعض الأمثلة دكتور يعني لمشروع التجديد الفقهي الذي لابد أن يطرح ولابد أن يعني يكون له الحيز الكبير في مشروع الدعوة. نعم طبعا. أمثلة كثير. نعم دكتور، مع أن أنت تشير إلى ضرورة انتقاء الدعوة الصحيحة، بمعنى كيف نخاطب المسلم في القرن 21؟ هل نخاطبه بعقلية سلفية قحة أم لا، بإسلام حضاري منفتح تفتق اجتهاده على كل الرؤى التي يصبو إليها الإنسان المسلم؟ بالضبط دكتور، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه قاعدة فقهية ذهبية جعلها الإسلام وجعلته صالحا لكل زمان ومكان. إذا سمحت لي أيضا دكتور، قبل ذلك دكتور معا تفضل. قبل ذلك أكمل الفكرة لأنه لدينا فاصل بعيد فكرتك مباشرة، تفضل. طيب، أيضا مشروع الدعوة في القرن 21 يجب أن لا يبالغ في باب سد الذرائع، فالله لأنه هذا يعني المبالغة في باب سد الذرائع سوف يحرم الأمة من خير عظيم. فالله سبحانه وتعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ورغم أن الله يعني أثبت في القرآن أنهم فتنة وأنهم للاختبار الأموال والأولاد، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يحرمهم ولم يحرم يعني اقتناؤهم وجمعهم.
نعم. في نقطة أخيرة إذا كان الوقت يسمح أو إذا حبيت الخروج بإيجاز شديد إذا سمحت، النقطة الأخيرة بإيجاز نعم. شديد. أيضا النقطة الأخيرة دكتور، يعني لابد من تقديم الأيسر على الأحوط في الأحكام الفقهية بالنسبة لعوام الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال سوف تأتي أقوام في آخر الزمان لو عملت بعشر ما أمرتكم به لنجوا، ولو عملت لو تركتم أي الصحابة لو تركتم عشر ما أمرتكم به لهلكتم. ويقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان سوف يكون أجر العامل منهم كأجر 50 منكم، أي من أجر الصحابة. فكيف يعني نلزم الناس بالتشدد في 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 هذا الزمن، زمن الفتن وزمن والزمن الذي لا معين فيه؟ وبالتأكيد دكتور معا سنتحدث عن المنابر والدماء والتحريض على الكراهية والقتل والتباغض بين المسلمين. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، من أدرك حلقتنا الآن، نحن نعالج شروط الدعوة والداعية وتحديدا في العالم الإسلامي حيث اضطربت الفتاوى وكثر الدعاة وما إلى ذلك. دكتور إبراهيم الخولي، أشرت إلى معضلة الدعاة اليوم وأشرت إلى مصادق من عهد السلف الصالح، كيف كانت الرؤية واضحة، كيف كان المنهج دقيقا ولينا في نفس الوقت. بنظرك من المسؤول عن كثرة الدعاة واضمحلال مواضيعهم التي تطرح على المنابر؟ يعني أنا أتذكر يوم الغارة الكبرى على العراق عندما توجهت البوارج الأمريكية لاحتلال العراق، كان أحد الدعاة في شاشة عربية يتحدث عن حكم العطس في الإسلام، فقلت له الأمة صارت معطوسة بالبوارج الأمريكية وتحدثنا عن حكم العطس؟ من المسؤول عن هذا التردي والانهيار في حقل الدعاة الدكتور إبراهيم؟ أمران مهمان. نعم. الأمر الأول طغيان السلطة على الدعوة. السلطة في العالم العربي والإسلامي طغت على الدعوة ووجهتها لا لأن تكون دعوة لله في كتابه وسنة رسوله، وإنما أصبحت أبواقا تسبح بحمد هذا الحاكم أو ذاك، تمجد هذا النظام أو ذاك، تدافع عن الباطل هنا أو هناك. هذه واحدة. هذا الطغيان أفسد كل شيء، وسأضرب هنا مثلين. الشعبي والحسن البصري رضي الله عنهما، ابن هبيرة كان عاملا على العراق ليزيد ابن عبد الملك، تأتيه من الخليفة كتب فيها أوامر عليه أن ينفذها، اقتل فلانا، صادر أموال فلان، حلق على اسمه في ديوان العطاء، وينفذ لأنه مأمور. استيقظ ضميره وأقلقه فبدأ يستشير، فدعا الحسن البصري والشعبي رضي الله عنهما وبدأ يسألهما ليستريح قلبه وضميره. وجه السؤال للحسن فقال له سال الشعبية أولا، سال الشعبية أولا. قال الرجل يستفتي، تأتيني كتب من الخليفة وفيها بعض ما فيها، يعني فيها ما يخالف حكم الله بينا صريحا، وفيها بعض ما فيها، ماذا أصنع؟ قال الشعبي يا ابن هبيرة إنك امرؤ مأمور
فسدد وقارب، سدد وقارب، امساك العصا من الوسط، لا يتحمل مسؤولية البت بالحق والصدع به، فيأتي هذا الموقف المرن بل المائع الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا. فنظر إلى الحسن وقال: وما تقول أنت يا حسن؟ فقال: تقول تأتيني كتب من الخليفة يا ابن هبيرة، لقد جاءك كتاب الله قبل أن تأتيك كتب الخليفة، فبمن تعمل وبمن تأتمر؟ لقد جاءك كتاب الله قبل أن تأتيك كتب الخليفة يا ابن هبيرة، إن الله مانعك من يزيد وليس يزيد بمانعك من الله. يا ابن هبيرة، لو كانت السماوات والأرض رتقا عليك ثم التقيت الله لجعل لك من بينهما فرجا ومخرجا. فأمر للشعب بألف وأمر للحسن بأربعة آلاف، فقال الشعب معلقا: رفقنا به في الفتيا فرفق بنا في العطاء. وأما الحسن وأخذ الألف وشكر عليها، أما الحسن فأخذ الآلاف الأربعة ثم قال: اجمعوا لي فقراء هذا البلد، فوزعها فيهم ولم يخرج بدرهم. الدعاة الآن إما شعبي وإما حسني من قبيل الحسن البصري، وهذه هي الآفة الآن. وإصلاح الدعوة لن يتم إلا بأن يستقيم الناس جميعا في التجرد لله بدعوتهم بغاياتهم بوسائلهم بكل متطلعاتهم، وينسون أنفسهم نسيانا كاملا حتى يستطيعوا أن يكونوا خالصين مخلصين لله ومخلصين له إن أرادوا. هذه هي مشكلة الدعوة الآن. أما انفتاح ساحة الدعوة الآن لكل من هب ودب، ومن لا يحسن أن يقرأ آية في القرآن العظيم فضلا عن أن يفهمها، ومن لا يستطيع أن يوفق بين آيتين يخيل إليه أنهما متعارضتان فيشطح ويتأول وهو لا يملك من أدوات العلم شيئا، هؤلاء الأدعياء يجب تطهير الساحة منهم. ولن يكون تطهيرهم بقرار كقرار وزير الأوقاف المصري. نعم. منع غير الأزهريين من صعود المنابر، يا سلام، وجميع الأزهريين الذين تخرجهم وأغلبهم أميون وأنصاف متعلمين هم الذين يكونون يسدون الفراغ ويعتلون المنابر. عليك أن تعد الجيش قبل أن نعم. تعلن مثل هذا القرار. دكتور إبراهيم، في هذا السياق قبل أن تقول محرم نعم. على غير الأزهريين، أعد الأزهريين أولا. دكتور إبراهيم، في هذا نعم. ومن قال إن الدعوة وقف على الأزهريين؟ دكتور إبراهيم، في هذا السياق ذكرتني بالشيخ عبد الحميد بن بديس عندما سئل رائد الإصلاح في الجزائر: لماذا لم تؤلف كتبا؟ فقال: أنا مشغول بتأليف الرجال عن تأليف الكتب. اليوم دكتور إبراهيم الأزمة ليس في الدعاة، ليس في النطيحة والمتردية والموقودة وما أكل السبع كما كان يسميهم محمد عبده، إنما الإشكال في الجماهير. تلاحظ جمهور الأمة يهرولون وراء الفقيه الذي يحط على حمل السلاح وقتل الشرطة والدرك والمخالفين، ويهرولون وراء الفقيه الذي يرفع نبرته بالحماسة ويدعو إلى حرق وجه المتبرجة وتدمير المستشفى الفلاني. يعني لماذا الجمهور أيضا إما يتبعون كل ناعق؟ هذا دائما شأن الجماعات وشأن الجموع وشأن ما يقام عنه الرأي العام. وربنا يعلمنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور.
فإذا اتجه الخطاب لإرضاء العامة وإرضاء ما يسمى الرأي العام وتفادي الصدام مع من يسمون النخب، ضاع كل شيء وفسد كل شيء ولم يعد للجهر بكلمة الحق موضع. وهنا تكون الطامة، هنا يأتي دور العلماء الذين هم على بصيرة، والذين يدخلون تحت آية على بصيرة أنا ومن اتبعني. إضافة عطف ومن اتبعني على أنا العائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الدعاة تبعه. لا أعتقد أننا مهما بذلنا واجتهدنا وضحينا وتحملنا نؤدي عشر معشاري عبئها. أنا ومن اتبعني، والعلماء ورثة الأنبياء رغم ما يقال عن الحديث، لأن علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. نعم نعم، أنبياء بني إسرائيل قاموا بالدعوة بعد موسى عليه السلام. نعم دكتور إبراهيم، وليس بعد محمد نبي آخر صلوات الله وسلامه عليه. صحيح، من ينهض بعبء دعوته؟ لا نبي، علماء أمته، والمنهج الكتاب والسنة. بالمناسبة بسرعة، نعم، حكاية السلفية والسلف، هذه المفسدة التي أفسدت الناس في هذا الزمان. من هم السلف وما هي السلفية؟ سلفية من؟ سلفية من؟ سلفية الإسكندرية عندنا، أم سلفية القاهرة، أم سلفية ابن عبد الوهاب، أم سلفية ابن تيمية أو ابن القيم؟ ليس لهذه الأمة سلف بالمعنى الحقيقي إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سلف هذه الأمة، ومن بعدهم تابعون وتابعوا تابعين. والمنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أقول لا مفر لهذه الأمة من العودة لكتاب الله، تلوذ به، تستمد منه التوجيه، تستمد منه كل ما يمكن أن يتصل بالدعوة. وطالما بقينا ننكل عن زيد ونتمثل برأي عبيد ونتمنى أن نكون من تلامذة فلان أو من تلامذة علان، فسيكون مآل الدعوة مزيدا من الانحطاط والانهيار. وإنما علينا جميعا أن نقف في وجه هذا السيل الطاغي وأن نصده. نعم دكتور إبراهيم، ذكرتني بفقيه دموي، بفقيه مصاص دماء، كنت تحت منبره فكان يتحدث عن طائفة إسلامية كريمة ويقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الطائفة كافرة يجوز ذبحها، وقال ابن القيم الجوزية أنه يجوز ردمها ودفنها واستئصال رقبتها، ويقول قال فلان وقال فلان. قلت له ويحك أيها الفقيه الأحمر، لقد سمعت قال فلان وقال فلان ولم أسمع قال الله تعالى. أرجو أن تبقى معي دكتور إبراهيم الخولي رجان. دكتور توفيق البوطي، اليوم المنابر صارت هزؤة، صار الذي يود أن يضحك يلتفت إلى الدعاة، صار الذي يريد أن يتسلى يستمع ماذا يقول هذا المنبر أو ذاك المنبر. شيخ على المنبر يقول يجوز أكل لحم الجان إذا وجدوا طبعا، آخر يقول من على المنبر لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى السوق لتشتري الخيار والموزة لأن ذلك سوف يحرض فيها شيئا ما، آخر يقول لا يجوز للمرأة أن تدير المكيف الهوائي في البيت لأن جارها يعلم أنها فريدة وبالتالي قد يندفع إليها في خضم ذهاب محرمها إلى العمل. يعني هنالك فوضى الدعاة في العالم الإسلامي. المشكلة الأساس التي أود أن تسلط الضوء عليها دكتور توفيق، الإسلام منهج واحد، رؤية واحدة، مقاصد الشريعة الإسلامية معروفة. لماذا يحدث أن الداعية الفلاني في مسجد الحي الفلاني يطرح طرحا، الداعية الآخر في المسجد الذي يبعد 5 أمتار أو 10 أمتار عن هذا المسجد يطرح طرحا مغايرا، فينشأ في العالم الإسلامي ما يسمى بحروب المساجد؟ والله يا دكتور توفيق في عصر الفتنة في الجزائر كنت أدخل إلى مسجد فيه 3 جماعات، جماعة يصلي بها إمام الظهر وجماعة يصلي بها الظهر وجماعة الظهر في مسجد واحد،
كيف نعالج الواقع الإسلامي ونقدم الدعاة الربانيين على الدعاة الدجاجيين دكتور توفيق؟ أخي الكريم، أولاً تعميم الحكم غير جائز، فأنا لا أعمم الحكم على الدعاة ولا على المساجد. هناك ولله الحمد مناخ دعوي طيب نراه، وفرص ذهبية لدعوة الناس إلى الخير متاحة، ودعاة على جانب من العلم والاستقامة ولله الحمد موجودون، ونحن بفضل الله عز وجل نتفيأ ظلال هذه النعمة إلى حد بعيد. ومع إقراري بوجود بعض الشواذ، وهنا أريد أن أقف وقفتين اثنتين. الأولى قبل الوقفتين دكتور، قبل وقفتين، نعم الخير في وفي أمتي ليوم القيامة، لكن لا أريد أن أحرك عليك اللواعج والأشجان. والدكم الذي كان مصداقا لمدرسة الخير قتل في المسجد ومن قبل ناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم ليسوا دعاة وليسوا متدينين. لكن الذي أفتى لهم داعية معروف، شيخ توفيق الذي أفتى لهم داعية معروف. معروف. نعم. دعني أقف عند نقطتين اثنتين، لأن الكلام يحتاج إلى دقة في العرض. النقطة الأولى لا تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه، وهي تتعلق بما كان الدكتور معن يعرضه. أنا أقول إن ما عرضه يمكن أن ينصب في إطار موضوع فقهي وموضوع طرح مسائل فقهية، مسائل تشريعية، مسائل في أصول الفقه، مع عدم موافقتي على مضمون ما ذاك ما ذكر، وليس في إطار شروط الدعوة والعمل الدعوي وغير ذلك. فأعتقد أن تخصص الحلقة بإطار معين ينبغي أن يكون منضبطا إلى حد بعيد، مع تقديري للأخ الدكتور معن واحترامي لرأيه. نعم. طبعا أنا لا أتفق معه في المنهج التجديدي والحداثي، لأنه فقد كل الضوابط في ما كان قد طرحه بغض النظر عن الجزئيات. فقوله الحكم يدور مع علته، مسألة القياس، وكلها لها ضوابط ولها أصول ولها قواعد، ثم موضوع سد الذرائع وعدم، هذه مسائل أنا أرجو أن لا تكون في إطار موضوع فن الدعوة وفقه الدعوة ونشاط الدعوة وغير ذلك. الشيء الثاني، يعني أنا أريد أن تكون نظرتي فيها نوع من الأمل والتفاؤل. أنا زرت بقاعا كثيرة من العالم، ورأيت تعطش الناس إلى العمل الدعوي، وذهبت إلى إندونيسيا فوجدت مدى إقبال الناس على العلم، ومدى قيام مؤسسات دعوية تعلمهم مبادئ دينهم وعقيدتهم وتشريعهم، ورأيت مناخا دعويا طيبا لدى كثيرين ممن رأيتهم. وكذلك ذهبت إلى بقاع أخرى، رأيت هذا كله، فأنا من المتفائلين ولست من المتشائمين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نحن مسؤولون عن إعداد الدعاة بمنهج سليم صحيح. أنا قد لا أوافق على أن يكون العمل الدعوي حصرا على الأزهريين، ولكن اتخذ هذا القرار لعله اتخذ للتسيب الذي ذكرته دكتور يحيى، الذي صار عبارة عن عملية هياج وحماس عاطفي في مصر، كاد يعرض مصر كلها إلى شلالات دماء فيما بين أبناء العمومة والإخوة والجيران والناس. فكونهم كبحوا جماح المنابر والنشاطات الدعوية بهذا الأسلوب، أنا أقول يمكن أن تكون أن توضع ضوابط بديلة، فليقترح الضوابط البديلة التي تضع على المنابر من هم الأكفاء، إثر امتحان، إثر دورات تأهيل، إثر نحو ذلك. أما أن أقول إنه لا يجوز أن نحصر بكذا
أعطني البديل. نعم. عندما تعطيني البديل بدلا من الفوضى التي نراها هنا وهناك والتي تدفع بالأمة إلى فتنة عمياء، نكتوي لا نزال ولا نزال نكتوي بنيرانها. أقول نحن بحاجة إلى طرح عملي متكامل مع بيان المؤهلات أو وسائل التأهيل التي يمكن أن تعد الدعاة الإعداد الصحيح. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منهجه الذي علمه لأصحابه وعلمنا إياه في الدعوة إلى الله عز وجل. كما قلت في مطلع الكلام، لخص ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فإذا كان أهل الكتاب لا يجادلون إلا بالتي أحسن، فمن باب أولى أن لا نجادل أحدا، سواء كان من المسلمين أم كان من غير المسلمين، إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن تنسجم مع الدليل العقلي العلمي المؤيد بالبراهين، وهذا منهج القرآن. لاحظ منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة الإيمانية، إلى الإيمان بالله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلمات لطيفة رقيقة جدا، لكنها تحرك عقل الإنسان وتدفعه إلى التأمل وإلى الوصول في الحقيقة إلى الإيمان بالله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا الطرح، هذا الأسلوب اللطيف الذي هو عبارة عن نموذج ينبغي أن يحتذيه الداعية في عمله الدعوي في مخاطبة العقل. ولكن العقيدة الإسلامية أو الإسلام لا يخاطب العقل وحده، يخاطب العقل، يخاطب الوجدان، يربط فيما بين، يجعل هذا الإيمان الذي وصل إلى العقل يتغذى بالوجدان حتى يضرب بجذوره إلى القلب ويؤثر في وجدان هذا الإنسان، فيحول سلوكه من سلوك منحرف إلى سلوك قويم. نعم. من سلوك شاذ إلى سلوك مستقيم. نعم. هذا أمر لا بد منه. طبعا لا بد أن يكون الداعية مزودا بزاد كاف من العلم، بزاد كاف من الإخلاص، بصلة وثيقة بالله عز وجل. هذه الصلة الوثيقة بالله عز وجل ينبغي أن تكون له ساعة في السحر يناجي فيها ربه، يسجد فيها بين يديه، حتى إذا ما خاطب الناس خاطب الناس وروح تلك المناجات موجودة في كلماته، رقة قلبه مفعمة بها كلماته. هذا ما ينبغي أن يكون في الداعية بعد أن يكون مسلحا بالعلم، مسلحا بالمعرفة، مسلحا بالعقيدة الصحيحة، مسلحا بالفقه الذي يضبط سلوكه وتصرفاته ومعاملاته. العمل الدعوي شيء والفتوى شيء آخر. العمل الدعوي ولكنهما لهما شروط لا شك ولا ريب، تخضع لضوابط وتخضع لأطر ينبغي أن يكون خاضعا لها. أنا أريد أن أتعامل مع الخصوم، ألد الخصوم. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة، دخل مكة فاتحا منتصرا بعد 20 عاما من المعاناة من أهل مكة، وأهدر دم عدد من صناديد الشرك من نساء ورجال. ثم إن أشدهم وطأة على النبي صلى الله عليه وسلم هو عكرمة بن أبي جهل. جاء مسلما فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقباله، وأمر الصحابة أن لا ينال أحد منهم من أبيه بكلمة لئلا يجرح شعوره. هذا الأسلوب الذي عامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خصومه، وقال لأهل مكة الذين ناصبوه العداء وآذوه وأمضوا سنوات طويلة في محاربته، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا المنطق الذي ينبغي أن يكون منهجا للدعوة إلى الله عز وجل. أما منطق السيف، منطق القتل، منطق سفك الدماء، منطق الانتقام، منطق الحقد، فالإسلام بريء من ذلك كله. دكتور الإسلام بريء. نعم. من دكتور أساليب الاستفزاز. نعم. أساليب سفك الدماء هذه ليس لا تعبر عن الدعوة الإسلامية. دكتور هذه نعم. منهج مستوردة لكي يشوه الإسلام وليس من الإسلام في شيء. دكتور توفيق، وبعيد الفاصل سوف نتحدث
عن المنبر وعصمة الدماء ودور الدعوة في عادة المسلمين إلى خط العصمة والمصالحة والأخوة، لكن فقط أود أن أثني على ما ذكرت من أن التقوى هي سنام الداعية، فداعية بدون تقوى سيكون شيطان آخر. وهنا أذكرك في موروثنا العرفاني الأخلاقي أن أحد الدعاة إلى الله صلى بالناس فقرأ بعد الفاتحة إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فسقط ميتا. هكذا تفعل الموعظة بأهلها وأصحابها. أما اليوم ابتلينا بدعاة قضت قلوبهم من زبر الحديد. مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. دكتور، معا ربما هذا الموضوع يتطلب إلى حلقات شاسعة للإفساح في المجال لفضلائنا لعلمائنا بالتوجيه والشرح. غاية ما هنالك أردت أن أشير إلى أنك عندما تحدثت عن بعض الاجتهاد في منطلقات الفقه لم تكن تؤسس لأحكام جديدة، إنما كنت تشير إلى ضرورة أن يتمتع الداعية بعقلية إسلامية حضارية مستوعبة لقضايا العصر. ودعني من هذا المنطلق أسألك عن شروط الداعية، كيف يجب على الداعية أن يكون مستوعبا للعصر، مدركا لمحال البلاء هنا وهناك، عارفا بالتاريخ بالجغرافيا بالأنثروبولوجيا بعادات الناس بلهجات القوم. جاء رجل إلى رسول الله قال له أمن بر صيام في سفر، فرد عليه ليس بر صيام في سفر. فسأل الصحابة الرسول ما الخطب، قال إن هذه العشيرة تحول اللام إلى ميم، فكلمته بلغته وهي يعني لهجة لفخد عربي في الجزيرة العربية. ماذا عن شروط الداعية الدكتور معا؟ شكرا دكتور، بس في البداية أود أعلق على ملاحظة الدكتور توفيق. نعم. الحقيقة يعني أنا أعتقد أن التجديد الفقهي هو أهم أسلوب من أساليب الدعوة، فأنا عندما أخاطب الشاب في القرن الواحد والعشرين أخاطبه بمنطق عقلي ومنطق مفهوم ومنطق مبرر، هذا هو منهج الإسلام. والدكتور أشار إلى الدليل العقلي ومنهج القرآن في الدليل العقلي وما إلى ذلك، فكيف لا يكون التجديد الفقهي هو أحد أساليب الدعوة وضمن موضوع الحلقة. ثانيا، نحن عندما أبدينا ملاحظات من باب التنشيط العقلي، لم نصدر فتاوي، إنما طالبنا بعقد مؤتمرات فقهية. أين العلماء عن عقد هذه المؤتمرات؟ كذلك يجب عدم يعني التعالي والاستكبار على عامة الناس، فقد أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه المرأة لم تكن عالمة ولم يعرف عنها أنها عالمة في الدين أو عالمة في الشريعة أو حافظة للقرآن. الحجة بالدليل ولا كهنوتة في الإسلام. فالدكتور توفيق قد لا يوافق على ذلك، ربما غيره يوافق. نحن ندعو إلى عقد المؤتمرات لا نصدر فتاوي. نحن من حقنا كأمة إسلامية وبجميع أفرادها شبابا وشيوخا رجالا ونساء بأن يبدوا ملاحظاتهم على الفقهية. ألم ترد امرأة على عمر؟ نعم. ردت امرأة وكانت هي الصواب. لكن دكتور معن قبل السؤال، يعني هذا الطرح التجديدي وإخراج الإسلام من دائرة السلفية إلى دائرة العصرنة ومن الأفق الضيق إلى آفاق الدنيا والآخرة قد يصطدم أيضا مع المحافظين الراديكاليين في موضوع الفتية في المملكة العربية السعودية. ما علاقتي أنا في 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 فلان أو فلان؟ أنا علاقتي في ديني. ديني يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم. أنا أبحث عن العلة
وأبحث، وعندما تنتفي العلة ينتفي الحكم. ألم يوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقدار أحد يعني فروع الزكاة وهي المؤلفة قلوبهم؟ قال كنا نعطيهم عندما كنا ضعفاء ونتقي شرهم، اليوم أغنانا الله فلماذا نعطيهم؟ وأوقف يعني نص في القرآن، نص في القرآن لاختلاف العلة. ألم يبحث سيدنا عمر رضي الله عنه عن العلة وقال كنا نعطيهم لأن كنا ضعفاء ونتقي شرهم، اليوم أغنانا الله وقوانا الله فلا نعطيهم؟ إذن أليس هذا منهج البحث عن العلة في الحكم الشرعي؟ نعم. أعود إذا سمحت لي أن أعود للسؤال دكتور الذي سألته. نحن ومعرفة الداعية بالواقع، ما فائدة الأمة بداعية لا يعرف الواقع السياسي ويفتي بمساعدة احتلال، بمساعدة القوات الأمريكية لاحتلال العراق في عام 2003، ثم نكتشف أن كل ما قيل لنا كان كذبا وزورا وبهتانا من أسلحة دمار شامل وغيره؟ أنا ما يفيدني أنا بهذا العالم لو كان يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، لو كان يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب، ماذا يفيد الأمة إذا كان هو لا يعلم بالواقع ويفتي بمساعدة القوات الأمريكية لاحتلال العراق في 2003، ثم نكتشف أن كل ما قاله كان كذبا وزورا؟ ما فائدة الأمة عندما يخرج لنا علماء يفتون بالجهاد في سوريا وتدمير سوريا، ثم يكتشف بعد 3 سنوات أن كل ما قاله كان كذبا، وأن هذه الجماعات التي تحارب في سوريا هي جماعات مسلحة إرهابية مخترقة من الاستخبارات الإسرائيلية والصهيونية، وبعد 3 سنوات وبعد أن تدمرت البلاد وقتل العباد يكتشف أن ما قاله وما دعا إليه كان خطأ؟ ما دكتور معن، دكتور معن، دكتور معن، وبلحيته وبجلبابه القصير. يعني حتى لا تمر المسألة مرور الكرام، وقد تعودنا في العالم العربي والإسلامي أن نسفه كل شيء، هنالك دعاة ورطوا الأمن القومي العربي والإسلامي، هنالك دعاة فجروا الفتنة الكبرى في العالم الإسلامي، لكن ما زالوا يتصدرون المشهد الدعوي والمشهد الإعلامي والمشهد الثقافي والسياسي. ألا يجب علينا دكتور إذا سمعت، ألا يجب علينا دكتور معن، ألا يجب علينا أن نحلق لحاهم، أن نحلق لحاهم ونقيم عليهم حدودا قاسية حتى يكونوا عبرة لكل فقهاء الشيطان ودعاة الشيطان؟ بدون شك، بدون شك يا دكتور، هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم، هم موظفون لأجل هذا الغرض. فلماذا تتعجب أنهم ما زالوا باقين؟ فأيضا يا دكتور، أنا ما يعني يفيد الأمة بعالم لا يعرف ظروف الزمان والمكان ولا يعرف الظروف الاقتصادية في بلد ما، ثم يفتي بعدم جواز عمل المرأة على سبيل المثال، ولا يعلم أن هذه المرأة هي تشارك في إعالة هذه الأسرة، وأكثر الأسر تعولها نساء في بعض الدول العربية بسبب قلة الموارد المالية؟ ما فائدة الأمة بعالم لا يعلم بالأمور الطبيعية والعلمية ويفتي بأن الأرض ليست كروية؟ وأنا أتعجب عندما يفتي بأن الأرض ليست كروية، ألا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ ألا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها؟ والدحو في اللغة العربية هي البيضة. أتعجب يعني من عدم الاطلاع على العلوم الطبيعية وفي نفس الوقت السطحية في قراءة النصوص الإسلامية. ما فائدة الأمة بعالم لا يفقه في المصطلحات الدولية والتي تستخدم في الأروقة العالمية وأروقة الأمم المتحدة وأروقة المنظمات، مثل مصطلح الدولة الدينية؟ وهذا المصطلح مصطلح سيء السمعة عالميا. لماذا؟ لأن مصطلح الدولة الدينية مصطلح ارتبط بأحقية الحاكم بنص إلهي، بحيث أنه لا يعزل ولا يحاسب ولا
يقام عليه حد لأنه منصب من الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم كان مفهوما سائدا في أوروبا في العصور الوسطى، فعندما هذا المصطلح يكون شائعا في العالم وهذا الفقيه لا يعلم بأن هذا المصطلح شائع في العالم ويصر أن الدولة الإسلامية دولة دينية، هو لا يفقه شيء، هو يشوه صورة الإسلام ويشوه صورة ديننا وليس له حق في هذا. يعني يا دكتور معن، دكتور معن، يعني أنت الآن تطالب الداعية بمؤونة علمية ثقيلة. لعمري لقد استمعت إلى داعية في دولة عربية ارتقى المنبر وقال كما قال الله تعالى في محكم التنزيل: للصبر حدود، للصبر حدود. فقيل له: يا مولانا الشيخ، هذه لأم كلثوم وليس لله تعالى. أرجو أن تبقى معي دكتور معن. دكتور إبراهيم الخولي، دكتور إبراهيم الخولي، اليوم واحدة من كوارثنا في خط طنجة جاكرتا في الراهن الإسلامي أن المنبر الدعوي صار مولدا للفتنة، مريقا للدماء، محرضا على البغضاء والكراهية بين المسلمين. وأنت تعلم أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، وما احتاط العلماء في شيء مثل ما احتاطوا في الدماء. كيف نحول المنبر الدعوي اليوم إلى مدماك للمصالحة، للوحدة، للأخوة، للتلاقي؟ هذه أخطر قضية كان ينبغي أن تأخذ من وقت الحلقة أغلبه. دخلنا في فرعيات وفي تطبيقات وفي جزئيات خارج الإطار الذي كان ينبغي أن نسير فيه. المعضلة الآن، هذا التفرق في الأمة نتيجة للتفرق في الدعوة، أليس كذلك؟ صحيح صحيح صحيح، نقطة بدء. أحسنت. تفرق في الدعوة أثر للتفرق، أثر في وحدة الأمة. السؤال هو: ما سبب هذه الفرقة التي دبت، وكيف ننزع هذه الشوكة من جسد الأمة؟ الفرقة بدأت عندما أخذنا بكلام البشر، بكلام الرجال، بكلام زيد وعبيد، وتركنا توجيه القرآن والسنة لأننا عجزنا عن الأخذ منهما مباشرة. وأنا أقول العجز. الآن تسمع العالم الفلاني والداعية الفلاني، وأنا أقول على بصيرة التي اشترطتها آية يوسف، تعني أن يكون الداعية فقيها بكتاب الله جملة وتفصيلا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيانه. فمن من هؤلاء الذين نصفهم، ولا أقول يصفون أنفسهم أو يدعون بأنهم دعاة؟ القرآن الكريم يا أخي يشرع بحركتين، بفتحة وضمة. صحيح. يعطي حكما شرعيا. أحسنت. أما يجي يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا وتنكحوا فتحة وضمة، خرج من بينها اشتراط الولي. تنكحوا أنتم بأنفسكم، وتنكحوا يعني تزوجون نساءكم غيركم. الولي هنا. ويأتي من يقول حديث اشتراط الولي ضعيف. يا عم، قلتم في الحديث وفي التحديث إذا اعتضد الحديث بما يقويه من طرق أخرى عمل به، فكيف إذا اعتضد بالقرآن؟ بل كان القرآن نصا يلزمنا به. أشياء تحتاج مراجعات. القرآن الكريم يشرع كما قلت بحركة وحركة مخالفة، ويشرع بترتيب الألفاظ. النبي عليه السلام عندما يبدأ الطواف بين الصفا والمروة ويقول، يعلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ترتيب الألفاظ في القرآن الكريم تشريع، يؤخذ منها تشريع. والقصص القرآني تشريع،
وكل كلمة في القرآن فيها تشريع، وحكاية آيات الأحكام دي قصور نظر ممن حكموا على القرآن بأن بعضه يقدم أحكاما وبعضه مجرد قضايا أخرى. ليس صحيحا هذا الكلام. وأنا أقول دائما الحكم الشرعي فرع على حكم لغوي. الحكم الشرعي فرع على حكم إيه؟ لغوي أولا، لأن أنت تبني الحكم الشرعي على إيه؟ على الدليل. دكتور إبراهيم، كتاب أو سنة. دكتور إبراهيم، في هذا السياق إذا سمحت، أنت بهذه الطريقة سأكمل بس جملة واحدة. أنت تقصي 90%. نعم تفضل. إن أردنا نهضة لهذه الأمة، وقد تستغربون، مفتاح نهضتها نهضة لغوية. نعم. نهضة صحيح. لغوية. أنا معك. تجعل الناس يملكون مفتاح الكنز الكتاب والسنة. نعم. دعني أوجه هذا التساؤل إلى الدكتور توفيق البوطي. دكتور توفيق، أشار الدكتور إبراهيم إلى ضرورة تحلي الداعية بشروط الفقاهة، ويجب أن يكون عارفا بالقرآن بالسنة، ربما بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالعام بالخاص، معرفة بالحكم الشرعي، هل يجوز استصحابه أم كان خاصا بالعهد القرشي. إذا توافقتما على هذه الشروط وذينك الشروط، يعني اليوم معظم الدعاة إلى الله مع احترامنا للجميع هم خريجو كليات الزراعة، الاقتصاد، التجارة، والبعض أيضا خريج كليات بيطرية، حتى ما شاء الله أحسنوا فقه الذبح والقتل وقطع الرقبة من الوريد إلى الوريد. كيف بنظرك نعيد الاعتبار للدعوة؟ أعتقد أننا نبحث الآن، أنه ينبغي علينا أن نبحث مع دعاة الأمة المخلصين الغيارة عن كلمة سواء يلتقون عليها يا رب، ثم بعد ذلك أن يجتمعوا للحوار تحت مظلة تلك الكلمة السواء، للبحث فيما ينبغي أن يكون في نشاطنا الدعوي ضمن عالمنا الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، بعد أن أصيبت الدعوة بالنكسات التي أصيبت بها إثر هذا التشويه المرير الذي تعرضت له بالممارسات التي نراها هنا وهناك. أقول عندما يكون هناك للأمة مرجعية مكونة من أناس يتمتعون بتلك الشروط الطيبة المباركة من علم، من تقى، من صلة بالله تعالى وثيقة. وعندما أقول العلم، العلم بالعقيدة، العلم بالفقه، العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيرة هي صورة مجسدة للإسلام، صورة متحركة للإسلام. لماذا نحن ننسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحاول أن نتعمق في تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفحة من صفحات حياته، لتكون منهجا لنا في سلوكنا في دعوتنا إلى الله عز وجل. أقول ينبغي أن يكون هناك دعوة للغيارة، للذين تجمعهم كلمة سواء على الحق، على الغيرة، على المبادئ الأساسية لهذه الدعوة الإسلامية، بعد أن توضع القواعد الأساسية التي نلتقي عليها. قد لا نلتقي مع كثيرين ممن أرادوا للدعوة أن تأخذ منحى الفئوية أو منحى الحزبية أو منحى التعصب للشخص أو لغير ذلك، أو منحى التعصب للمذهب، أي مذهب إن كان. عندما ينطلق هذا الطرح من غيرة صادقة ممن عين لديهم نوع من الحرص على تصحيح المسار في العمل الدعوي، ووضع قواعد أو شروط أساسية لمن يمارس الخطبة على المنبر أو الدرس على منصة الدرس في المسجد أو حتى في قاعات الدرس المدرسية أو في المؤسسات الأكاديمية، فإننا أعتقد قد إذا ما أخلصنا نصل إلى نتيجة إيجابية مفيدة جدا. أنا لا أحب أن أنطلق إلى التفريعات، أريد أن أنطلق من القواعد الأساسية. نعم. أعتقد
أن وجود مرجعية مكونة من نخبة عرفت بالاستقامة هي موضع القبول، ملتزمة بهدي الله تعالى وهدي رسوله، بعيدة عن التجاذبات السياسية، عن التعصب الفئوي، عن التيارات المتعصبة التي أودت بنا إلى هذا الواقع المرير، سيكون لدينا حصيلة طيبة. وهذا يعني أعتقد أننا كنا عازمين على عقد مؤتمر في دمشق، ونحن عازمون إن شاء الله على عقد مثل هذا المؤتمر، يمكن أن تكون فيه معالجة لقضايا الدعوة داخل العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، مع مراعاة خصوصية كل بلد، ولكن على أن لا تخضع هذه المؤتمرات للتجاذبات السياسية ولا للإملاءات الخارجية ولا للتعصب الفئوي الحزبي، وعندئذ أعتقد أننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول طريق اللقاء إن شاء الله تعالى. دكتور توفيق، أشد على يدك وأنا كيحيى أبو زكريا أقبل جبين كل داعية، كل عالم، كل رجل يعيد الاعتبار لدين المصطفى ويجعل المصطفى سعيدا في قبره. دعني أكمل هذه الفكرة، ضرورة خلق مرجعية للدعوة والدعاة، بنقطة أخرى. دكتور معنى الجربة، اليوم في السعودية، في سوريا، في مصر، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، في الكويت، في أي دولة عربية، طبيب إذا مارس الطب وزور الشهادة يعتقل، المهندس إذا زور شهادة الهندسة أو لم يكن أهلا للهندسة يعتقل، وهكذا دواليك. يعني حتى الراقصة ما لم تكن راقصة شرقية بامتياز تمنع ولا تضم إلى نقابة الراقصات. فلماذا كل من هب ودب يتكلم في دين الله ويورط الناس في الدماء والتقاتل؟ لما لا نخلق ميثاق شرف لتحديد شروط الداعية؟ والله يا دكتور، هذا يعني ما ندعو إليه وما تدعو إليه أنت بالذات، وقد دعوت سابقا أنت شخصيا لإنشاء مرصد إسلامي يجمع الأمة الإسلامية وبجميع مذاهبها لإنتاج الفكر الإسلامي الصحيح المعتدل. فنحن اليوم نشد على يعني مبادرتك ورأيك، ونقول أين أموال الحكام؟ أين أموال التجار؟ لماذا لا تدعم هذه المشاريع التي الأمة في أمس الحاجة لها؟ هذا العمل لابد أن يكون جماعيا، لابد أن يكون مؤسسيا، حتى لا ينتهي بوفاة الشخص أو يعني زوال. نعم. هذا دكتور معن، دكتور معن، إذا سمحت، الحلقة وصلت إلى تمامها، وسنستكمل في حلقات لاحقة إن شاء الله البحث في شروط النهوض في العالم الإسلامي ومرصد مواجهة التكفير لتوريث أجيالنا فكرا إسلاميا نزيها محمديا يوصل الإسلام إلى البشرية جميعا. فما زلت أتذكر قول ذلك المستشرق البريطاني الذي زار الشيخ محمود شلتوت، قال له: أدركوا أوروبا بإسلامكم قبل أن تتبود أو تتهندس، أي تصير بوذية أو هندوسية. شيوخ الأعزاء، ساتدة الأفاضل، علماءنا الأجلاء، شكرا جزيلا لكم. الدكتور معنى الجربة من جدة، الدكتور إبراهيم الخولي من مصر، الدكتور توفيق البوطي من دمشق، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، وصلت حلقتنا إلى تمامها، إلى أن نلقاكم. هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما قاله عبد المطلب يستحضر هاهنا: رد لإبلي وللكعبة رب يحميها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.